استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة مؤكدا الاهميه التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنميه المستدامه لمصر في اطار رؤيه مصر 2030، فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الاصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره، في ظل سعي مصر للاستفاده من السياسات المختلفه للمؤسسات الدوليه ذات الخبرات المتميزه في هذا المجال. من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية معرباً عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة.